خلونا لنا نشوف الهيرنيا مهمة جدا في الجراحة وفي الابدومين. It is a protrusion of viscous or part of viscous through the defect in the anterior abdominal wall. لمعانا تطلع برا through the defect in the anterior abdominal wall. طيب anterior abdominal wall defect في anterior abdominal wall ممكن يكون وين الديفكت؟ ممكن يكون في حتة بيسموها الهاسلباخ تراينجل. دي الاكزافويد بروسيس تحت الاستيرنم ودي السنفيس بيوبيس في الحوض تحت. دي الانتيريور سوبيريور إليك سباين الانجوينال ليجمنت. دي اللينا قلبة. عندنا عضلات بنسميها الريكتس مصر غنال بنسميها الانجوينال كانال. عندي شرايين ماشيه فوق اللي هي بنسميها كيرير ايبيجاستريك فيزلز ارتري فين. طيب بيعملوا لي مثلث في الحته دي. المثلث ده بنسميه الهاسلباخ تراينجل وبينال تراينجل حيث ان الباوندريز ميديالي هيكون في اللاترال بوردر اوف ذا ريكتس مصر. اللاترالي هيكون في الانفيرير ايبيجاستريك فيزلز انفيرو لاترال واينال كانال انجو ماسلز. والماسلز دي ويك ماسل بغذيها نيرف وده بيكون بيهايند تو ذا ابندكس خلف الزايده. لما نيجي يشيلوا الابندكس يشيلوا الزايده ممكن يقطعوا الماسل بارت من الماسل دي. ضرب البارت اوف ماسل بيكون ويك ماسل هنا وممكن عادي اللي يحصل بروتروجن اوف فيسكس جزء من الامعاء دي تيجي طالعه بالهاسلباخ تراينجل. انجوينال كانال عارفين انه ده الانتيريور سوبيريور اليك سباين دي السنفيس بيوبيس والبيبيك تيوبيركل هنا اي ليجمنت هنا بنسميها الانجوينال ليجمنت. دي الاكستيرنال ابدومينال اوبليك بتاعتنا جايه نازله اللي هو اكستيرنال ابدومينال اوبليك ابينيروزس. وراها طوالي مباشره في عضل ثاني اسمها الانترنال ابدومينال اوبليك مصر بتجي وبتلف بتعمل تندون اسمه الكونجوينت تندون. معاها عضله ثاني اسمها ترانسفيرس ابدومينال مصر بتجي نازله وبتلف وبتمسك في الكونجوينت تندون ده حيث ان الباوندريز بتاعتي هتكون شنو؟ انتيريوري ابينيروزس اوف اكستيرنال ابدومينال اوبليك مصر معاه جزء من الانترنال ابدومينال اوبليك مصر. سوبيريوري في عضلتين انترنال ابدومينال اوبليك مصر ترانسفيرس ابدومينال مصر ديل كلهم شنو؟ سوبيريوري. هو اللي هاتلنا كده سوبيريوري في الكونجوين تندر سوبيريوري في الانجوين اللي جميل ديل بغلفهم فيش ترانسفيرسالس. فممكن مع السوبيريوري تقول الفيش ترانسفيرسالس ومع البوستيريوري تقول الفيش ترانسفيرسالس ما فرق. الهيرنيا او البروتروجن ده بيجي بالانجوينال كانال بيجي داخل بالديفكت دي تطلع دي بيسموها الاندايركت لانه تعريف الهيرنيا ديفكت مباشره في الانتيريور ابدومينال وول زي دي زي الهاسلباخ ترانجل دي بيسموها دايركت. لكن دي جات اندايركت بدي انجوينال رينج ديل الاثنين مع بعض بيعملوا لي كونديشن بنسميها الانجوينال هيرنيا. انجوينال هيرنيا ايزا دايركت انجوينال هيرنيا جات بالهاسلباخ ترانجل او اندايركت انجوينال هيرنيا جات انترنال انجوينال رينج. افرق بيناتهم كيف؟ بحاجه اسمها الديب رينج تيست. ترقد العيان وتقول للعيان معلش جح توصفها زي ظلام في الاريا الفلانيه شيب سايز سيرفيس سايز ويز بوزيتيف اكسترانسايد كافينج بلس. بتقول له معلش يا ابوي بترجع قال لك اي بترجع بتقول له رجعها تقول ريديوزبل. فاول تيجي تعمل الديب رينج تيست بتاعتك اللي هو بتعمل شنو؟ بتحدد البيبك تيوبيركل. البيبك تيوبيركل اللي هو تصل للسنفيز بيوبس تمشي لاتري ذا بروميننت بون في بعد السنفيز بيوبس طوالي دي البيبك تيوبيركل. وعندك الانتيريور سوبيريور اليك سباين تاخد يدينك كده بيناتهم الاثنين ودي الديب انجوينال رينج اللي هو 0.5 انش او 1.5 سنتيمتر تاخد اصبعك فيها وتقول له جح جحا ما ظهرت طوالي اندايركت انجوينال هيرنيا. لكن جحا وظهرت معناها دي اصلا جايه من هنا دي دايركت انجوينال هيرنيا.